من معاملات 2015 بلغ 3 مليار و773 مليون ديال الدرهم، واحد نسبة النمو اللي كتفوق 2.5%. هذه نسبة النمو كانت ممكنة بفضل التأمين على غير الحياة اللي كانت نسبة النمو ديالو كتفوق 3.1%. ومن غير رقم الأعمال، الأرباح ديال الشركة هي تنمات بأكثر من 5%، بما أنها وصلت 340 مليون درهم سنة 2015 مقابل 320 مليون ديال الدرهم سنة 2014. هذه النتائج هي نتائج حسنة، وهي كتعكس استراتيجية اللي رسمتها الشركة ديالنا، واللي الحمد لله هي استراتيجية فعالة وكتمكننا نوصلوا لهذه النتائج. وماشي غير نتائج بالأرقام، ولكن النتائج حتى بتحسين ملي ما كنطلقوا عليه بالفرنسيه لي فوندامونتو ديال الشركه. لي فوندامونتو كلهم، الاسس ديال الشركه كلهم تهما في تحسن مستمر. بالنسبه ل 2016 كنظنوا بان غادي نكونوا ان شاء الله بنفس الوتيره، غادي تكون نتائج حتى هي حسنه، وغادي يساعدنا في هذا الشيء العقود الاخيره اللي تم توقيع عليها، واخص بالذكر العقد اللي كيتي سيني مع شركه كريدي دو ماروك، اللي غيعطي واحد الدفعه جديده للتامين على الحياه بالنسبه لشركه سهام التامين. اذا ان شاء الله المستقبل ما يكون غير مزيان، واخا كاين واحد المحيط اللي تنافسي، وهذا وني واحد التنافس اللي هو شريف، وواحد التنافس اللي هو في الصالح في الاخير، في الصالح ديال المؤمن الاخير. Alors, ma deuxième question concerne le lancement du tiers payant. En effet, sur cette qualité de portefeuille investi. توقيع على العقد مع شركة سامير، وهذا العقد بدا معلوم دخل في طور العمل من النهار الاول، من فاتح يناير 2016، والحمد لله المسائل يعني العقد خدام، لي بريستاسيون داسيورونس تهما خدامين، واخص بالذكر التامين على الصحه ولا هذا، ان كاين لي رومبورسمون كيداروا كل شيء بداو ملي جاو لي دوسي الاولى ولا هذا، لي رومبورسمون كاينين. كان شفنا شي في بعض المواقع ان كاين شي مشاكل، وني هاد المشاكل ما كنظن غير هي انباء خاطئه. حنا فيما يخص الشركه ديالنا لي رومبورسمون كاينين وتوصلوا بهم الناس. كاين واحد التاخير ما بين الناس لي زاكتيف ولي روتريتي. لي زاكتيف كاينين الارقام البنكيه ديالهم موجوده، ولي روتريتي داك الارقام البنكيه خاصك عاد تطلبهم وعاد يجيبهم باش ما يتخلصوش بالشاك ويتخلصوا بالفيرمون. هذا هو التحسين اللي غادي يكون في المستقبل. اما العقد الحمد لله خدام لحد الان، ما يمكنناش نقولوا بلي كاين واحد المشكل بالنسبه لاقساط التامين. اقساط التامين الاولى اللي كان خاصها تخلصت، وحنا كنشوفوا كنراقبوا هذا العقد، وكنتمناو ان شاء الله ما يكون غير خير وانه يدوز على احسن ما يرام. جلوبال نوصل على 13% دو مارك مارشي جلوبال.